أنا بقول من بدايته إحنا مقبلون النهاردة بكرة بعده بعده إن شاء الله في الأيام اللي جاية من أول this moment من هذه اللحظة على حاجة ممكن تقلب الدنيا رأسا على عقب للأحلى، لأن الدنيا دلوقتي رجليها يعين أمها فوق ورأسها تحت، عايزين نعدلها. مش ممكن تتعدل إلا بمنهج ربنا. وأولي وأول دقيقة وأول هسة وأول همسة الابتلاء، بس ركزوا معايا قوي عشان انتوا عارفين ان الابتلاء ده فيه معاجن. الابتلاء الدنيا دار ابتلاء. كل اللي يجيبه ربنا حلو، زفت، جهل، دجل. والله كل ابتلاء من عند ربنا زفت، اطران. لا اله الا الله. ما احنا عايزين نعدلها بقى عشان تتعدل. ركزوا معايا، ربنا سبحانه وتعالى في آية البقرة قال ولا نبلونكم. اللام بتاعت لا المفتوحة اللي في الأول دي بيسموها الموطئة للقسم، يعني ولا نبلونكم ولا ينصرن الله من ينصره في الحج على الشمال. أي حاجة تقابلك في القرآن لا اسمها الموطئة للقسم، يعني ربنا بيحلف إنه حيبتلينا. ولا نبلونكم يعني وعزتي وجلالي، والفجر وليالي العشر حبتليكوا، والتين والزيتون حبتليكوا. زي ما هو بيحلف براحته يعني باللغة الدرجة بتاعتنا، يعني ما فيش، هو يقسم بما يشاء وأنت لا تقسمه إلا بالله. قلبنا الصفحة خلصنا. ولا نبلونكم انت خلاص دنيا وداوة ابتلاء ادناسنج مش موجودة. دنيا يعني ابتلاء، والابتلاء بقى أشكال وألوان وصنوف، وابتلاء بالخير وابتلاء بالشر عندك في سورة الأنبياء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. على الشمال في الأنبياء سورة الأنبياء، بس هي دنيا ابتلاء. ما عمل ايه دكتور استاذ دكتور مبروك عطيه، احد كبار علماء الازهر الشريف اللي بيكلمكم؟ انا من اكبر اساتذه جامعه الازهر سنا وتاريخا وكل حاجه حلوه. عملت كتاب من حوالي 600 صفحه اسمه القضاء والقدر بين الله والبشر، ما حدش طبعه لغايه النهارده، وربنا يرزقه باللي يطبعه. لو معايا فلوس دلوقتي كنت هطبعه الصبح. القضاء والقدر بين الله والبشر، مش كل قضاء وقدر من عند ربنا. ربنا بيأمن على حاجات كتير قوي لكن ملوش دعوة بيها. احنا اللي حشرنا ربنا في كل حتة، اللي يجيبه ربنا، اللي يجعله ربنا، اللي يعمله ربنا، واللي يكون قلقاه، كل ده يغضب ربنا. عشنا في خطاب ديني سيء قوي، وتركنا الناس تعتقد ان ربنا ورا كل حاجه، يمكن علشان خاطر نبرئ احنا انفسنا، لان احنا متهمون بان احنا تعبنا الناس واحنا اللي جبناهم ورا واحنا اللي كسرناهم. فقلنا لهم يعني اقتلك خطا واقول لامك دي اعمار؟ لا مش اعمار، ايه رايك بقى؟ وفي مساله معروفه بين العلماء، هل اللي مقتول ده استوفى عمره ولا ما استوفاش؟ في مساله خلافيه بين العلماء، بس بنور حضراتكم. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما كان نيفر، يعني كان دي ليا برضو فيها كتاب اسمه نفي الكون في القرآن، اللي هي ما كان لا يكون وما كنا وما كان الله ليظلمهم. نفي الكون يعني نفي الفعل كان، معناها باختصار جدا اما تشوف حلمة ودن وما كان الله ليظلمهم، لما تشوف حلمة ودن يعني امبوسيبل ان ربنا يظلم حد، لكن الناس اللي بتظلم. فهو لما قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، طب واللي قتل مؤمن متعمد الجزاء جهنم خالدا فيها
وربنا غضب عليه وربنا لعنه ووضب له عذاب قوي جدا، مش ممكن ربنا يكون بيقول لك اقتل عمد اخوك عشان يوديك النار؟ ما هو ده في ناس فكرت كده، وجه الالحاد وجه الكفر بالله وحاجات كتير. ما انا بقول لحضراتكم لو احنا نعرف منهج ربنا هنرتاح ومش هنلحد، مش هيجي الالحاد عمره. منهج ربنا هو ده، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فعليها، في ايه تانية يبقى على روحك بتجني. ربنا اداك جوهره انت ما استعملتهاش. الواد طالع من القاهره على اسكندريه بسرعه 200، الطريق بقى حلو شويه، فعيل طالع بسرعه 200 الله يرحمه بقى، اللي جنبه بيقول له بالراحه شفت الطريق بقى حلو ازاي؟ ما بين البوابه والبوابه ساعه وربع، انا هجيبها في نص ساعه من بوابه القاهره عند كارفور لبوابه اسكندريه، انا هاخدها في نص ساعه. هو في الطرب دلوقتي، بس شوفوا الحوار وبيحصل وهيحصل كل يوم وهيفضل يحصل طول ما انتوا بعيد عن الموعظه الحسنه ودريم ومبروك عطيه. هيحصل ايه؟ ان الحوار كده ممكن على فكره المزه ممكن تكون قاعده جنبه بس مش عايزه تزعله عشان تموت معاه، وهي طبعا مش عايزه تموت معاه ولا مع غيره، بس يعني هتقول له ايه؟ يا حبوكشه حبوكشه بالراحه عشان خاطري انا خايفه عليك. بقول لها ايه حبوكشه؟ والواد اللي مات من كام يوم ده بقول ايه؟ قول يا رب. شوفوا انا عملت ازاي؟ كمان مره هنا كده. واجمع بقى ورايا مجلد قول يا رب كلها ضلال مبين وقله ادب. جهل بالدين، ايه قول يا رب؟ هو انا لما اقول يا رب واتجاوز السرعه المقرره احا اوصل؟ الاجابه غلط ولا يمكن يحصل. ربنا ما بيعرفش في الطواجن، ملوش في الطواجن. احنا بتوع الطواجن. احنا بتوع الجهل. ربنا العدل كله، الجمال كله، النظام كله. كل حاجة فيها إطلاقا مطلقا مطلقا وعمل، ده منهجه. قال لك لما تعمل كده هتتلب لما تتجاوز السرعة. وحتة كلمة قالها في سورة لقمان، واقصد في مشيك، مش بس في مصروفك، واقصد في مشيك واقصد من صوتك. حلو، انت ما اقتصدتش في مشيك. ما هو انت لو مشيت نونا نونا مش هتلحق السحور في اسكندريه، يعني تمشي لي على سرعه 10 كيلو في الساعه هتوصل اسكندريه بعد اسبوع. انما حضرتك المية حلوه قوي، التسعين مش بنت حرام، لما قالوا خليك 120 على الشمال اوكي ما دام عربيتك تستحمل الكلام ده، لكن واقصد في مشي. تعمل لي ال 120 200 تبقى مجرم. و وانا ما اظنش برضو ان اللي يبقى على 200 ويوصل بالسلامه، ما اظنش ان كلمته بتاعت ربنا ستر صحيحه، لا. ممكن ربنا امهل، ممكن جت كده صدفه، ان اصلي ربنا ستر يبقى هيستر واحد وهيفضح التاني وهيموت التاني، يعني لا، هو منهجه واحد. بدليل ايه؟ ايه الانعام اللي على اليمين، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وانتوا كل صلاه بتقولوا اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه الصراط المستقيم؟ في حد ممكن يتبادر اليه الصراط المستقيم يعني غير الصراط المعوج البنيات شمال ويمين، وانا افهم ان ده صح، وافهم صراطي مستقيما يعني ما بتغيرش، قوانيني ما بتتغيرش، سنتي زي ما قال ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. الابتلاء اللي هو من صنع البشر، انا بحلف يمين الله انه 99% من انواع الابتلاء، 1% من عند ربنا. احنا جبنا كله من عند ربنا، جهل ده ولا علم، علمي ولا حلم، نوري ولا كحل، كحل، كله من صنعنا. وهقول لحضراتكم البينه والدليل والفجيعه. المسلمين اتقابلوا مع الكفرة يوم أحد سنة 3 هجرية، كانت يوم سبت 15 شوال، وخارجين بدري وتوكلوا على الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي دول انتوا ما تسيبوش مطرحكو حتى لو لقتونا بنتقطع.
يعني انتوا الرماه تحموا ظهرنا، لو لقيتونا بيقطعونا ما تسيبوش مكانكم، لو لقيتونا انتصرنا ما تسيبوش مكانكم. اوكي، قالوا اوكي وما سمعوش الكلام. لقوا المسلمين انتصروا، قالوا يلا بينا ناخد حظنا من الغنائم. نزلوا، لف الكفرة من ورا الجبل، ضربوهم وقطعوهم وقتلوا اللي قتلوه وجرحوا اللي جرحوه، حتى النبي جرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجبينه الجميل خر دم وحاجات كتير اهو. اما جه القرآن يعرض القضية دي في سورة آل عمران، عرضها ازاي؟ قال لهم، لأن بعض منهم قالوا أن هذا، أن هذا يعني هاو، يعني إزاي دي؟ إحنا مؤمنين بالله، إحنا الأوائل، إحنا مهاجرين، إحنا أنصار، إحنا معانا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل لنا كده ننهزم ونتجرح؟ فربنا قال كده: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هو من عند أنفسكم. يا ريت كل مسلم بيحب ربنا يجيب ورقة وقلم ويكتب يفتوي عليها على الحيطة: قل هو من عند أنفسكم. صدق الله العظيم. آل عمران قبل الآخر بصفحة، شوف رقم كام، هي كلها على بعضها 200. إيه قل هو من عند أنفسكم؟ الأم بقى مسلمة وتلميذة الموعظة الحسنة ومبروك عطيه، هتقول لها: يا حبيبي مش كل خيبة بتحصل لك في الدنيا من عند ربنا. ما دام ربنا قال قل هو من عند أنفسكم فأنت غلطان وأنا غلطانة وباباك غلطان وجدك غلطان وكلنا ظلمنا ربنا. الابتلاء يا حبيبي، بص في المراية كده يا روح أمك، هو هيبص في المراية، عارف مناخيرك ده يا حبيبي؟ ده ابتلاءك من ربنا، ترضى بيه، كان حلو أو كان وحش. وطبعا القرد في علوم وغزال، هتقول له: أنت بيوتي وندرفول وأتراكتف يعني جذاب. بس ده يا أخويا اللي مالكش فيه إيد، منخورك ومنخور أبوك. شفت عينك كده؟ دي ربنا خلقها كده، مالكش إيد فيها. إنما تجيب قلم وتيجي فاحة عينك بيه كده، أنت المجرم وأنت أنا عايز أقول لكم على حاجة. عشان نهد بقى، ده احنا عايزين نظبط، ده احنا عايزين نظبط دنيا دنيا كده، عايزين نعملها كده كله كله. عالم جاهل معاه شهاده، امام وخطيب، داعيه متنايل على عينه، سمكري بتاع توك توك، مستشار قانوني، مستشار فكري، راجل بتاع مش كله، بيتهم ربنا. اللي يجيب كله يجيبه ربنا، اللي يجيبه ربنا، اصل المؤمن مبتلى. كله قله ادب، كله تجرمه، كله خيبة، كله خيبة نعة. يجيب ايه بس ربنا؟ يجيب ايه؟ وتقعد تقول لي بالسبحة اهي: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا تسبيحة مقبولة، لانك متهم ربنا بان هو كل حاجة، جايب كل البلاوي. فنجان القهوة وقع ملناش نصيب، هو مين؟ كان ليك نصيب وانت اللي ضيعته. اه والله، انا كنت هخطبك ده وهي معاها 4 وعدت 45 ومشتاقة ترجع عيلة صغيرة تاني، هتخلي لعابها يجري، حرام عليك. تقوم ترد تقول لي: كل شيء نصيب بقى. لا مش كل شيء نصيب بقى، يا هو اللي كسل يا انت اللي كسلتي، انتوا اللي ميلتوا بخت بعض والله. قل هو، لازم نحفظ الدرس ده، الدرس ده هو كل الدروس. قل هو من عند انفسكم. بس يبقى في عندية لينا، ربنا اللي قال ده من عند أنفسكم، لو كنتوا سمعتوا الكلام مفيش.